هلا حبايب، مساء الخير، مساء العافية، مساء المحبة والألفة. مشتاق لكم هواية ومشتاق لكم كومات حبايبي. والله آسف هذه الفترة ما قدرت إنه أسوي لكم فد شي فد حلقة معينة أو بث مباشر، بسبب إنه أنا كنت مشغول في تدريب الأوبلايدنج عن العمل الجديد، وكي شفتوه على التيك توك أو الانستغرام شوية مقتطفات من داخل قاعة التدريب. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله بخير، أكيد راح تستمتعون ويانا في هذا الفلوك وهذه الحلقة عن عادات وتقاليد بلجيكا والبلجيكيين بصورة عامة. وقبل ما نبلش حبايبي الطيبين، سوونا لايك وسوونا شير، وأيضا اشتركوا بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي. تحياتنا لكم، ويلا خلينا نبلش. كنت محظوظ إني قابلتك. لا يا هيلي، العادة الأولى حبايبي الغالين هي المصافحة. عندما الشخص يجي إلى عائلة أو يكون مدعو لزيارة عائلة كاحتفال، كعيد ميلاد، كزيارة مريض مثلا، فعندما يدعو أصحاب المنزل أصحاب العائلة، راح أكيد راح يوصل لهم. من يوصل لهم لازم يصافحهم، من أول ما يدخل لازم يصافح الجميع، رجال أطفال نساء الكل جميعا لازم يصافحهم، لازم يتحدث معهم ويصافحهم. حتى هذه هي أول عادة يتخذها البلجيكيون عند دخول شخص معني بزيارة عائلة، يقوم بالتصافح بين الرجال والنساء وحتى الأطفال. وعند المغادرة كذلك أيضا حبايبنا الغاليين يتم مصافحة الرجال والنساء إذا كان قريبا، طبعا إذا كان قريب لهم أو كان قريب من عندهم كعائلة، يعني مقرب لهم او صديق مقرب او جار مقرب، اكيد راح يكون هناك مصافحة. لكن بعض الاحيان عندما يكون هناك صديق، يعني صديق عادي وليس مقرب من العائلة، فاكيد راح يقول لهم فقط تشاو مثلا، داخ مثلا حبايبي، داخ او تشاو. الوالون راح يذكر كلمة اورفاغ عندما يدعوه، هكذا يكون اول نقطة في هذا التصرف، أول عادة يتخذها البلجيكيون فيما بينهم. ثانية، إذا كان هناك مثلا، دائما نشوف أنه عندنا إحنا في العراق أو في الدول العربية، بعض الدول العربية مو كل الدول العربية، أنه يصير هناك تقبيل بين رجل ورجل. هنا أنا ممنوع، هنا أنا من تقبل رجل برجل ما تعرفه أو استوك متعرف عليه أو ما أعرف إيش، يتخذونه عبارة أنه هذا الشخص شاذ أو يعني عندهم أمور مثلا. وبنفس الوقت ما يصير التقبيل، يعني تقبيل الرجل بالرجل هنا عندهم ممنوع. هنا يعني هاي الصفة غير محببة. التقاليد البلجيكية انه اللغة تكون معقدة جدا حبايبي، خاصة للشخص اللي جاي جديد على بلجيكا ما يعرف لغة، اللي استوى يصير تلكع عنده باللغة، يحاول انه يتقرب لهم او يتبسط عندما يتحدث معاهم، يتحدث وياهم لكن باختصار. يعني ليش؟ لانه اذا دخل في اسئله، دخل في سين وجيم، راح تضيع عليه هاي اللغه. ليش؟ لانه بعض الاحيان انه يكون عندما الشخص يتحدث مع شخص مثلا، لازم يكون هناك عنده لغه، بحيث اللغه تكون كافيه حتى تقنع المقابل. عندما تحدث مع البلجيك او مع اللي اصلا مو بلجيكيين، يعني مقيم او من اصول شرقيه غربيه، من اصول اوروبيه، اتحدث وياه بحيث من اتحدث وياه اعطي نبذه مختصره عن الموضوع حتى ما اتشعب. ليش؟ حتى ما يسالني عده اسئله معينه، ويعني اصير محرج بالنسبه للناحيه.
هاي بالناحية بالجانب الفلاندرين، لأن أنا بعدني يعني مكمل الستوني الواحد والثاني لين حبايبي، وأكيد إن شاء الله بالعمل أكيد راح أخذ لغة أكثر من الشارع، لأن تعرفون المدرسة هنا أنا ما تعلم، المدرسة هنا أنا اللغة في المدرسة ما تعلم، إذا ما تطبق سواء كانت عندك أنت جيرل فريند مثلا، صديقتك، أصدقائك مثلا، الاختلاط مهم حبايبي، فالاختلاط ومن خلال الاختلاط اللغة لازم تكون هناك لغة قوية، لغة متوسطة حتى لو مو عالية جدا يعني ولا رديئة، تكون متوسطة بحيث تكون انه الشخص المقابل البلجيكي انه يعني يحاول انه يفهمك، يحاول ايضا ان يجاوبك. اكو البلجيكي طبعا رجوع من الشخص المقابل يطقطق بصابيعه يعني يطلع فرقعات، شلون هسه هذه باعوا هذا تشوفون هاي الفرقعات، هاي يضوجون من عندها، البلجيك يضوجون من عندها فرقعات الاصابع الطقطقه يعني وطقطقه الاقدام، يشمئزون من عندها هم البلجيك. هاي الحالات انا تابعتها من خلال اختلاطي بالبلجيك بالمدرسه، عندما ازور اصدقائي مثلا، عندما احضر احتفال فيشمئزون، فهي هاي من عاداتهم التقاليدهم انه يشمئزون من هاي العادات، يشمئزون من هاي النقطه بالتحديد اللي هي الفرقعة وطقطقة الأصابع أمامهم، طقطقة أصابع أمامهم. إنه عندما تتحدث مع البلجيك لا تخلي إيدك في جيوب البنطلون يعني هكذا حبايبي، لا تخلي إيدك في البنطلون وأنت تتحدث من بلجيك، يعتبروها إنه استصغار، يعتبروها إنه الشخص المقابل عندما يتحدث معه يعتبروه استصغار بهذا الموضوع، يستصغر بالبلجيك، هم يضوجون من هاي العادات انه انت تتحدث معاهم وتخلي ايدك بجيوبك، فهاي عندهم من العادة اللي انا متابعها وبلاحظها واللي سامع عنها انه البلجيكيين يضوجون من هاي الحالة. البلجيك يضوجون من واحد عندما يتحدث معاهم وفجأة يتثاوب، هي هاي صحيح العادة عند البشر هي لا إرادية، يعني لا إرادية تطلع، لكن البلجيك من يشوفوك هيجي يتشمئزون يضوجون من هاي الحالة. أنا ملاحظها وسائل عنيها، هم يقولوا لي هاي الحالة مو حلوة، ما يحبوها البلجيك، وكل ساعة تحكي وكل ساعة تتحدث وتتثاوب وما عرفت، هاي عادات وتقاليدهم البلجيكي هنا ما يحبون هاي الحالة. حبايبي الغالين التصفير ممنوع، التصفير يضوجوا من هاي الحالة، خاصة عندما تصفر في المناطق العامة. عند الجلوس مع البلجيك لا يجب عليك وضع قدميك على الطاولة أو الكرسي، يعني شلون؟ يعني عندما تتحدث ويا البلجيك لا تخلي رجليك وأقدامك على الطاولة وعلى الكرسي، هذه شغلة. والشغلة الثانية عندما تكون أنت مثلا قاعد تتحدث مع شخص وهذا الشخص يعني يخلي رجله عليك، يعني شلون حبايبي؟ يعني مثلا انا هسه انا دا اصور واني انت يمي مباشره، اخلي رجل على رجل واخلي رجل باتجاهه، القدم مالتي باتجاهه هذا الانسان، هذا الشخص اللي مقابلك. وهاي من عاداتهم تقاليدهم انه لا يجوز فعل هكذا امور بحيث انه تخلي قدمك على الشخص المقابل او تخليه هيك وجهه على وجهه مباشره، فهذه من العادات التقاليد المزعجه والدائما البلجيك ينزعجون من عندها. اذا كنت من السياح او من اهل البلد فيجب عليك ان لا تتحدث بالسياسه، لا تتحدث بالسياسه ولا تتحدث في الامور الشخصيه الخاصه بالشخص المقابل ولا تتحدث في اموره العائليه بهذا الخصوص، ممنوع تتحدث بالسياسه، تتحدث بالامور الشخصيه، وكذلك ايضا حتى تتحدث باللغه، يعني مثلا تشمئز من اللغه المقابله، اللغه الشخصيه، لغه القسم الوالون مثلا او لغتك الشخصيه، ما يصير انه تتحدث ويا او تشمئز من اللغه مالته، ممنوع هنا سواء انت كنت سائح او من سكان بلجيكا او من مقيمين في بلجيكا، ما يصير انه تشمئز او يعني تسمسخر وتسمع كلام غير مقبول يليق بشخص المقابل. من أهم العادات والتقاليد اللي يحملها البلجيكيون هو الملابس،
ملابس في تقاليدهم، ملابس في احتفالاتهم، الملابس في الجلوس مع أشخاص مهمين، ملابس يعني ممكن يقعدون مع أشخاص مهمين في المتنزهات، في المطاعم، في الاجتماعات، أن تكون الملابس هي عبارة عن ملابس محافظة. يعني البلجيكيون يلبسون ملابس محافظة بعيدا عن أنه البلد بلد أوروبي، عاصمة أوروبية، عادات وتقاليد منفتحة، البلد منفتح على كل التقاليد، كل العادات، كل المعروف إيش أنه في بلد أوروبي، وكما تعرفون أنه بلجيكا بلد أوروبي وهكذا. لكن عند الاجتماعات وعند اللقاءات وعند مثلا الاحتفالات الرسمية الخاصة في قاعات مناسبة الأعراس وغيرها وغيرها، يلبسون حبايب الغاليين ملابس محافظة لهم وشخصيتهم المعروفة. الاتيكيت عند البلجيك، الاتيكيت عند البلجيك عندما أحد يدعوك إلى زيارة شخص معين في منزل، احرص على أن تجلب باقي من الورد، وأن تحضر الزهور، تحضر الزهور لكن على شرط أنه ما تجيب الزهور البيضاء، لأنه البلجيك يعتبرون أنه هذه الزهور البيضاء تدل على الموت، تدل على الموت في عاداتهم وتقاليدهم طبعا، أنه الزهور البيضاء تدل على أنه هذا الشخص سوف يموت. أكيد هو الإنسان راح يموت، لكن يدعون هم في فكرهم الزهور البيضاء تدل على الموت. واحرص تجلب معك باقي من الورد من متعدد الألوان حتى تكون ذات منظر وذات جاذبية أكثر. على فكرة أنه الباقات أو الوردات في الباقة يجب أن تكون بعدد فردي، يجب أن تكون بعدد فردي، وأهم شيء أنه ما تكون 13، رقم 13 أو وردة رقم 13، ما يصير تخلي رقم 13، لأن بصراحة أنه رقم 13 عند البلجيك غير محبب حبايبي، والمشكلة أنه رقمي نهاية 13، هاي المشكلة. طبعا هذا رقم حبايب الغالين هو يجذب الشيء أو السيء إلى الشخص اللي يمتلكه أو اللي ينطقه أو حتى يلفظه ويذكره دائما باستمرار. زين حبايب الغالين، فرقم 13 هو رقم مشؤوم، ما يحبوا البلجيك بصراحة من هذا الرقم، لأن هذا يعتبر أنه رقم مشؤوم ورقم سيء ويجلب الحظ السيء للإنسان اللي يمتلك هذا الرقم. والهدية حبايب الغالي، عندما تجيب هدية وياك للبلجيك لازم البلجيك اللي انت تجيب له الهدية لازم يفتحها، اذا خلاها على جنب راح انه ما يعجب هذا الشخص المقابل، راح يفتكر انه الشخص اللي جبت له هدية هاملها وما عجبته. فلازم على البلجيك انه عندما توصل للبلجيك وتعطيه هدية لازم تقول له انه يفتحها، هو يفتحها، هو البلجيكي يفتحها، من ما يفتحها راح يعتبرها ان الشخص المقابل اللي يديه الهديه يعتبرها انه شخص يعني الهديه غير مرغوبه وما عجبته الهديه. خالد البلجيك اللي شفته اني هنا في بلجيكا هي القراءه، في البلجيك دائما يحبون القراءه، يحبون القراءه في المناطق العامه، في الاماكن العامه، في الباصات، في الترامات، فدائما اشوفهم يقرون بالكتاب، يقرون بصحيفه، وهي تعتبر من الثقافات العامة اللي يمتلكها البلجيك، وبنفس الوقت انه هي لأفكار، لنمو أفكار. ودائما أشوف البلجيك يشوفون بهاي الكلمات المتقاطعة وهاي الموجودة في كل صحيفة من صحفنا، هواية يتحدثون، يعني هواية يحشون، يحشي هواية البلجيك هواية يحشي، دائما نسمعها في السوبرات ماركت، في الأماكن العامة، في الكازينوهات، يحشي يعني ما يتعب، ظل يحكي لحد ما يعني هو هاي عاداتهم وتقاليدهم، انه يحكون هواية، خاصة كبار السن اللي موجودين في بلجيكا هنا نتابعهم انه يحكون هواية. وبنفس الوقت من يحكون هواية مرات اسمعهم بصوت عالي، وهذا الصوت العالي قد يشمئزون منها عند البلجيك، لكن يتحدثون دائما باستمرارية، يتحدث وما يوقف عن الكلام، يشعب الموضوع ويدخل في مواضيع أخرى. فالبلجيكيون يحبون القراءة من ناحية إذا كان عنده وقت فراغ، قراءة الجرائد، قراءة الصحف، قراءة كتاب معين، قصة معينة، هواية دائما نشوفهم بالباصات، في الترامات،
في المناطق العامة أيضا، في الحدائق الخاصة بهم، في منازلهم، دائما يحبون القراءة، يحبون القراءة باستمرار، وهي ثقافتهم العامة. أكيد حبايب الغاليين تهمتوش معلومة عن بلجيكا وعن تقاليد البلجيكيين، الجانب بين الفرنسي والجانب الهولندي. حبايبي تحياتنا لكم حبايبي وين ما تكونون، وسوونا لايك وشير، اللي ما مشترك بالقناة اشترك بقناتنا، وحبايبي سوونا لايك وشير، وكذلك أيضا اشتركوا بالقناة الثانية، وأيضا أي رسالة أي استفسار تحبون ترسلوا لنا، من استفسار من أي شيء، من أي موضوع معين ممكن تحبون، أي مواضيع معينة اذكروا لي حبايبي، ذكروا لي أي شيء، يعني ما عندي مانع أنه أقدمكم إياه كخدمة لكم حبايبنا للاستفادة طبعا. تحياتنا لكم وين ما تكونون، ومع ألف سلامة، ونلتقي معكم في لوك جديد. باي باي.